مرحبا. الماضي خلفنا، تعلموا منه، والمستقبل أمامنا، استعدوا له، والحاضر هنا فعيشوا. فما ضاع من يوم محسن ستندم عليه، فعش بتلك البسمة التي هي دواء للقلب وفرحة للغير. تمتع بالأيام القادمة، فمصيرك بين يديك، واختيارك عقلك، وطريقك هدفك، فاجعله سعادة. والإيجابية نتيجتها هدية، والتفاؤل نتيجة للراحة النفسية. فالحياة تحتاج الإنسان الإيجابي. أحبكم، فكونوا سعداء. شكرا. مع تحيات إبراهيم درموك.